محمد من شركة موين الطرفاوي، نائب رئيس تنسيقية القنيطرة تحت إشراف سي رحال السلامي. احنا مع الفاجعة هذه كانت عندنا جنازة المرة الثانية، كانت الصدمة عندنا قوية بزاف. واللي بغينا نفهموه هو القطاع ديالنا ديما إلي فيزي، كيفيزيوه ساشون كو كاينين بليزيوغ اكتيفيتي اللي كيكون فيهم حتى هما لو كونتاكت. لو كونتاكت بزاف كاع كاين، حنا كاع لي زاكتيفيتي حتى هما اخوان كيقولوا فوق في الحرفه، كاين لي زاكتيفيتي الاخرين حتى هما راه كيديروا لا ميم شوز. سوف كو ملي كيخرج قرار نيشان على الممول، ساشون كو الممول لا بلوبار ديال لي زيفينمون اللي كيتورغانيزاو دون دي باريير سانيتير، كيكونوا بزاف ديال الشروط اللي كيتحترموا في قاعات اللي كيكونوا مرخصين، وكيكونوا عندنا ليسباس اونتر لي طابل، و لا بلوبار كيكونوا ديجا دي فامي اللي كيكون بيناتهم اليان فاميليال. اذا حتى على لو ليان كوفيد كيكونوا دي بيرسون فاكسيني. مي كتكون الصدمة جاتنا بوغ اون دوزيام فوا كيما قلت. دابا حنا الا كان التطبيق، حنا ماشي ضد يكون هاد التطبيق اللي باش نحافظوا على المجتمع ديالنا ونيفيتيو من هاد الفيروس هذا ينتشر، ولكن لو بلوز امبورطون هو واش هاد التطبيق هذا غادي يكون غير على لي تريتور. بون كون جو دي لي تريتور، ملي كنقول لي تريتور راه كنهضروا على الحفلات، كاع اللي كيخدموا في السيكتور ديال الحفلات، حيت كاين مقاهي، مطاعم، لي مويان دو ترونسبور، لي بيسين، الحمامات، لي غروند سيرفاس، لي ماغازان، كلشي فيهم لو كونتاكت. اذا لا غيكون التطبيق كيما عطاوهم 50% في المقاهي والمطاعم، يعطيونا حنا 50%، يعطيونا كان عندنا بروتوكول سانيتير غنتبعوه، ولكن باش يجي يقول لك ممنوع يتمنع كلشي. الا غنتمنعو حنا يتمنع كلشي، وحنا غنحتارمو حتى حنا كلشي. اما كتجي تشوف في الاخر بان اللي كيبقى فينا في هادشي كامل هما الزبائن، عطاو العربون ديالهم اكثر الزبائن ديال العام اللي فات اللي كانوا عاطين ديزافونس، وجاو العام الثاني اللي عاوتاني روبورطاو وخلاو اون اوتر دات، ايزون تو بريفو باش يجيو اون دات ويديروا ان ايفينمون، ولا بلوبار فيهم سي ديزيميغري، كيكونوا ديزيميغري اللي جايين، عطاوهم جميع لي مويان باش يجيو لبلادهم ويشوفوا عائلاتهم ومنهم يحتفلوا بالاعراس ديالهم. كيجيو كيفاجئوهم اونكور اون فوا بان غي اللي ما فيهش كاريمون لو بريفونتيف، ما كيجيوش يقولوا لك ساشون كو حنايا لاكتيفيتي ديالنا في هذا البروغرام كان بلانيفيو. كيجيو اون جورني كيقول لك غادي نحبسو ديسي 3 جوغ، حتى لا غيكون ان غي يكون داكشي بلانيفيو. حنا بغينا نعرفوا غير واش هادشي مدروس، واش كاين شي دراسات كدار، اي شنو هما لي زيليمون اللي كيديروا عليهم الدراسات. هاد الناس هادو اللي جيتو دخلتوهم البلاد، واش عرفتوا بانهم علاش داخلين وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي غادي يكونوا عندهم؟ اذا حنا كنترجاو سيدنا محمد السادس يشوف محالنا ويلقاو معنا شي حل.